السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض ترمس بطريقة جديدة ومختلفة بمناسبة اعياد شم النسيم. هنعمل الترمس الملون عشان يفرح اولادنا. بس قبل ما نبتدي احب اقول للي بيتابعني لاول مرة، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. نبتدي مع بعض. ده نص كيلو ترمس منقوع من امبارح، هنسلقه بالطريقة العادية. وبعد ما نسلقه هنشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي انا ولعت عليه وهسيبه يغلي ويوصل للسوى لدرجة 3/4 سوى. بعد ما يوصل ل3/4 سوى هنبدأ نلونه نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الترمس بدأ يغلي، هنسيبه يغلي شوية ونرجع تاني مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الترمس بيغلي، هنسيبه يستوي لحد ما يوصل ل3/4 سوى وبعدين نبدأ نلونه. زي ما انتوا شايفين كده انا قسمت الترمس على 3 دوت، هسيبه زي ما هو وهزود له الملح بتاعه، ودول اللي احنا هنلونهم. تعالوا نشوف هنلونه ازاي. دي الوان طعام من عند العطار، اي لون انت عايزاه. انا هنا هما بيفضلوا الاثنين دول فعشان كده هما عندي. هنحط في حله لون، وهنحط اللون الثاني عليه، وهنقلب وهنسيبه يغلي. هنسيبه يغلي يكمل سواه ونشوف بعد ما يستوي هيبقى لونه عامل ازاي. ادي الترمس بعد ما خلص، خرجنا شويه من روتين الترمس العادي ولوناه وفرحنا اولادنا. وكل شم نسيم وانتوا طيبين، واتمنى انكم تجربوا الوصفه. وياريت اللي بيتابعني لاول مره ما ينساش يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. استنوا الجديد اللي جاي.